انا العوض والله العوض فيك يا لمبي. انت مين يا عم؟ انا كل شويه هتحاول ولا ايه؟ عبد الله على السلامه يا فندم. عبد الله على السلامه. انت اتجيت من مرايه امتى؟ التحيه دي لمين؟ لسعادتك يا رياض باشا. انا مش رياض، انا لمبي. كنت انت قلت مين؟ كنت انما دلوقتي سعادتك رياض باشا بشحمه ولحمه. اه فندم يا عم، هو في حد نادى عليك ولا انت بتخوفنا بزورك؟ أما المعروف أنا لسه كنت قدام المراية في المستشفى دلوقتي، جالي دخول في عقلي. أنا مين؟ أنا مش ناقص تبوس إيدك. النبي عندك حق يا ابني. آسف. أنا شخصياً مش عارف أوصل لك الحكاية دي إزاي. حكاية الموضوع يا ابني. الموضوع إيه؟ حموت ولا إيه؟ يا ريت. يا ريت. يا ريت تموت تستريح بدري بدري وتريح كل اللي حواليك. الحكاية يا رياض باشا. أنا مش زفت رياض. يا ابني افهم، بعد الحادثة جسمك اتعجن وكان لازم يتعمل لك عملية نقل جسم. نقل جسم؟ نسمع نقل ده عليا، نقل خفيف، نقل كلية، إنما نقل جسم ازاي؟ ده اللي حصل يا ابني، ده اللي حصل. ما لقيناش الا جسم رياض باشا قدامنا، اضطرينا نحطك جواه. طب هتيجوا تاخدوني امتى؟ نعم بلاش دي، مستغربها قوي دي. يعني اللي بتقوله ده صح؟ بلاش دي، افرض ان انا طاقت في دماغي وحبيت اصحنا، اقلع قدامه ازاي ده؟ ولا يهمك اقلع. اقلع ازاي؟ ده انا مكسوف له، هو اللي هيتعرى مش انا. يا سيدي مالكش دعوه، خلاص انت بقيت هو، هو بقيت انت، يعني انتوا الاثنين واحد. هو سعادتك الضابط اللي عمل العمليه؟ انت بتهزر؟ ده انت عامل كارثه. هي حاجه بسيطه، انت فاهم ايه؟ ده من يوم العمليه والدنيا مقلوبه. مجلس الامن مجتمع، الامم المتحده. مجلس الامن؟ امال ايه؟ والامم المتحده؟ الامم المتحده. يعني ايه يعني خرج من المستشفى وهو في الحاله دي؟ ازاي؟ ما حدش شايفه؟ خد 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 تعال تعال تعال. انت بتهرب؟ بتهرب ليه؟ بتجري ليه؟ ايه؟ مرعوب، مرعوب ليه؟ انا فكرك ضابط قاعد في العربية. ضابط وانت حرامي بتجري؟ يا نهار اسود من اولها. معلش. وايه دقنك دي؟ معلش دقنك ليه؟ انت اللي مسلمني الجتة كده. جتة ايه؟ انت بتبص تحت الرقبة اكتر. مفيش يا سيدي. المهم لازم تفهم ان انت رياض باشا مدير السجن. حاضر، انا رياض باشا مدير السجن ومش بس صح؟ ايوه بس مالكش دعوه بيا انا. رياض باشا بس. ايوه رياض باشا، انا رياض باشا بس كده. وانت هتفضل واقف في السجن تقول يا رياض باشا بس؟ لا بس عشان افتكر. بس عشان تفتكر. واذا حد سالني اقول له رياض باشا بس عشان الظابط الزغنطه ده هو اللي قال لي. اللي هو مين بقى؟ اللي هو انت الظابط الزغنطه. انا الظابط الزغنطه. على العموم اعمل اللي انت عاوز تعمله، المهم اطمن انا هبقى دايما في ظهرك. أتد يعني ولا إيه ده؟ لا مش أتد، يعني عشان أراقبك، يعني هتلاقيني وراك يا جنبك يعني. لا أرفلك في حتة جنبي وراي عشان ما ألف ألقاك ما أضغش أنا بقى مش مخ. أنا هنلعب مساكة. يعني عاوز أقول لك اطمن أنا هبقى مراقبك عشان ما تغلطش، وأنت رياض باشا مدير السجن. فهمت؟ أنا رياض باشا مدير السجن. المدير السجن؟ مدير. لا معلش بقى. اركب اركب اركب. لا 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 يعني ايه رياض يطلع من مستشفى الشغل؟ والله سعادتك هو بنفسه قال لي وصلني على البيت الاول، مش كده برضه؟ والله قلت له وصلني على البيت من المدة دي. بعدين عموما يا رياض باشا اتفضل روح انت مع المدام وانا حالاتي النهارده في السجن. سجن ايه ومدام مين؟ روح على النوم. مين دي؟ دي مراتك. الله، ده نهار اسود. يلا يا رياض. ايوه ظنها واحده بس.
ايوه ده النهارده انت ممتاز ان انا مكوزه قبل كده. مدام فيحان. ده مين؟ مدام فيحان. رياض يلا. أيوة. حاضر يا حاج عبد الجاي. قلت لك خلاص. اسمها ايه؟ فيحان. فيحان. ده معطر ضاغط. مش اتفضل يا مدام. يلا من فضلك يلا. رياض انا عارفه ان انت زعلان مني. بس مش معنى كده انك انت تسيب البيت. انا صحيح ممكن اكون غلطت. بس ده اسم مزيكا ما يستاهلش كل ده. رياض انت جوزي. وانا اكتر واحده لازم تبقى جنبك بعد العمليه. ده واجبي. انت ساكت كده ليه؟ هو حضرتك بتكلمني؟ امال بكلم مين؟ انا استقعنا كده فكرتك بتكلمني في النوض عيل. انت مال صوتك عامل كده ليه؟ الفنج معصفر. الفنج معصر يعني. الدكتور قال لي هيقعد بتاع حوالي يعني 9-6 سنين كده يعني. ايه ده؟ انت ساكنه في القناطر الخارجيه؟ استنى ونبى مدمازيل. استنى استنى. لا هو المكان ده غويط. الحمد لله على السلامة. أنا هطلع أخد شاور بتاعي قبل ما تستريح. نعم. هطلع أخد شاور بتاعي قبل ما تستريح. لا خد خد الشنطة. إيه؟ بقول الشمس اللي منورة الدنيا دي. الليل اللي هاجم ده. مبسوط بضبك قوي وقفل عمل وقفل في لجنة. كلهم سألوا عليك في المستشفى. والله دول كلهم؟ ليك حق تفتخر بيهم. انا نفسي لما بقف قدامهم بحس ان انا ام سو براود. اكيد انت كمان سو براود ابنهم صح؟ نعم يعني هما اكيد ان ولود حلال يعني. هما مين دول؟ دي العيله يا رياض. لا عوي الحمد لله. معلش ما خدتش العمليه. معلش انا عارف العمليه. بالظبط هي العمليه. العمليه صعب متاثره بيها انا. بس انت عارفه يعني فتره هتعدي. طب هما يعني هما مين كده ليه؟ ده أنكل مازن. فين بقى ده؟ ده مازن؟ ده أنكل مازن. عميد؟ نعم. لسه واخد رتبة لواء نصب واحتيال. حديد وشايل رتبة ايه؟ نصب واحتيال. هو نصب لواء سواد يعني. طب ومين التاني اللازم ده اللي هو واخد شيكولاتة كتير ده؟ ده أنكل توفيق. توفيق؟ لا والله؟ واخد حتة مخدرات. يا لهوي. والتاني ابو صباع تبشير ده عارف انا ده. لما كان بقه بايظ الحمد لله دلوقتي بقى شيل. ادهم بيع التليفون. ايوه ادهم ليه؟ انت فين؟ انت فين؟ انا خلاص انا هعترف. انا فاضل لي 5 دقايق وهعترف. اثبت. انت دلوقتي رياض باشا ولازم تتعامل على انك رياض باشا. ابص ايدك دي لسه معرفاني على عيله دلوقتي كلها رتب. فضل لهم جزء عساكر واعلان الحرب. ابص ايدك تعالى خدني من البله دي. لو زنقت في اي سؤال اطلع منه باي حجه وانا من نجمه هكون عندك. لازم النجمه. انا مستني من نجمه. لازم
هتطلع تنام ولا زعلان زي عوادك؟ هو لو حضرتك زعلانه او متعوده على الزعل يعني انا ما اقدرش ارفض لك اي طلب يعني ممكن ازعل يعني. يبقى اكيد لسه زعلان. لا مش لسه زعلان. خلاص. لا ما هو منحه بنوي. بنوي. بلدي. يا ما حاجة لا ما تنشي لا حد زعل بن أدم زادي حتى زعل بن أدم زادي فالله 2 فولت وتنور نايل على عينك بقى نام في الكبنين في قلب الكنيف نفسه. بلغت عني الحكومة؟ وأنا اللي كنت فاكرك إنك هتبقى حتى الطريق اللي في حياتي اللي كان عندي استعداد إن أحرم نفسي من الغطا عشان تستغطي أحرم نفسي من العشاء عشان تستعشي قلت اللي زيك مش لازم يهمش اليوم الثلاث إيه؟ ولا الأربع بتقول إيه؟ بقول إيه؟ الزرينة اللي بره دي بتاعت إيه؟ يا عربية الشغل شغل إيه؟ رياض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كابوس أنا هقوم أغسل وشي من الصوف البطن اللي في صدرك ده تيجي تنفع حلقة اللملي مش يكتب ده أنا أهو أنا ايه ده انت حلقت؟ لا حرتفت شويه يعني رياض كده احلى بكتير يعني كده احلى من absolutely نعم absolutely absolutely بس دي حلوة قوي يا عيني رياض نعم على فكرة ادهم مستنيك في اوضه المكتب ادهم انا جاي اسمعك الكلمتين اللي هتقف تقولهم قدام الطابور فهمت ايوه طبعا انا فهمت ركز معايا عشان تحفظهم كويس حاضر هتودنك انت هتنيمني تنون تغطاطيسي ولا ايه؟ تغطاطيسي؟ التنون اسمه تغطاطيسي تنون تغطاطيسي انت تقول تعالى بتعمل لك بقول لك هتودنك عشان ما حدش يسمعنا حاضر هتودنك دكتور انا لازم اشوفك لا ما ينفعش بليز من فضلك محتاجه اقعد اتكلم معاكي خلاص اوكي اول ما رياض ينزل انا هكون عندك باي انا هضرب نفسي لا خلاص بضرب نفسي خلاص والنبي اليوم اللي شفتك فيه بضرب نفسي خلاص طب انت عارف تتكلم ولا عارف تقول حاجه ولا عاوز تفهم لا انت ايه خلاص انا لم انا رياض لا فاهم لا انا بتعمل ايه لا انا بعدل لك عشان الزبلايه تبقى تمام اسمه الزبلايه اسكت اسكت حاضر طيب وكان بيكلمني في ايه